المسانده والدعم ان احنا نقف جنب لاعبتنا وجنب جهازنا الفني اللي عندنا كلنا ثقه فيه علشان الفتره اللي جايه فتره المهمه جدا ان شاء الله يرجع لعيبه من الاصابه ويكتمل صفوف النادي الاهلي ونشوف قوه النادي الاهلي الضربه مره اخرى هروح للامر الثاني وهو عنصر التحكيم في مباراه الامس عنصر التحكيم في مباراه الامس كابتن ابراهيم نور الدين اللي سعى جاهدا أن يكون في مباراه القمه بالامس سعى بالقمه سعى بال... يعني علشان بقوه ان يكون في مباراه الامس يكون ينضاف للسي في بتاعه انه حكم مباراه الاهلي والزمالك وادعى قبلها ان انا خلاص بعتزل وعايز انهي مشواري في الملاعب بصوره افضل بسي في افضل ويكون اللقطه الاخيره ليا في الملاعب هي مباراه الاهلي والزمالك هو زي ما قال وكان كتب على صفحته امبارح كان ليه تصريحات غريبه بعد المباراه وهو بيقلل من القمه بين الاهلي والزمالك او ناديي الاهلي والزمالك وهم بيسالوه بيقولوه خلاص هتعتزل بعد مباراه الاهلي والزمالك يا كابتن ابراهيم هو قال اهلي وزمالك اه اهلي وزمالك ناديين كبار لكن انا بحكم لتسع وعشره الدوري وهو بيقلل من الاهلي والزمالك انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي عشان احنا في قناه النادي الاهلي العيب مش على كابتن ابراهيم اللي بيتكلم كده. في البدايه العيب على اللي حط واحد معتزل، واحد مش موجود في القايمه الدوليه، واحد ما كانش موجود في كأس الأمم الأفريقية يحطوه في مباراة عنوان للكرة المصرية. ده مبدئيا. علشان كده الاعتذار والنهارده بيقولوا لي هو اعتذر على صفحته، قلت لهم ما تنزلوش الاعتذار. الطلقة خرجت، خلاص ما ينفعش إن أنا أقول الاعتذار بتاعه بعد التصريح اللي هو قاله امبارح انت حضرتك ما بتعرفش تتكلم ما بتعرفش تدلي بتصريحات ما تتكلمش الامر بسيط العيب مش عليك العيب على لجنه الحكام العيب على اتحاد الكره المصري لكره القدم العيب على رابطه الانديه اللي سابوك تخرج تتكلم بعد المباراه وتدلي بتصريحات بدون اذن علشان كده وجب 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 الاعتذار مش منك اعتذارك غير مقبول اعتذار اتحاد الكره ولجنه الحكام والرابطه هم اللي يعتذروا للاهلي والزمالك في جواب مكتوب ويتنشر على السوشيال ميديا عشان كده هو ده اللي مفروض مش تطلع تعتذر بعد ما ادليت بتصريحات يعني فيها جهل من حضرتك كابتن ابراهيم نور الدين زي ما قلت حضراتكم كان بيسعى جاهدا كان بيسعى جاهدا عشان يحكم في المباراه. امبارح كان في لقطه مثيره للجدل في الهدف الثاني لنادي الزمالك. البعض قال هدف والبعض قال انها مش هدف وهدف غير صحيح. خلونا نشوف بعض التصريحات للحكم الاسباني جونزاليس جونزاليس اللي ادلى بتصريحات مهمة لو معانا التصريحات يا ريت نعرضها على الشاشة دلوقتي لو هي معانا. طيب. هنا الحكم الأسباني جونزاليس شاف اللعبة وشرح اللعبة وقال من وجهة نظري ما قام به اللاعب صاحب القميص الأبيض قصده على سيف الجزيري خطأ واضح وكان يجب احتساب فاول غير مباشر للخصم. هناك تقارب كبير بين قدم اللاعب المرتفعة من رأس المدافع عمر كمال ركلة حرة غير مباشرة مستحقة لأنها لعبة خطيرة كان يجب على الحكم عدم احتساب الهدف في رأي الشخصي لأنه غير صحيح ده رقم ده رأي الحكم الأسباني أيضا الكابتن توفيق السيد الحكم السابق وكان أيضا رئيس لجنة الحكام السابق كان برضو أدلى بتصريحات مهمة لو عندنا التصريحات برضو ممكن يعني نعرضها طيب كابتن توفيق السيد طلع وقال نفس تصريحات الحكم الاسباني في تقارب رجل سيف الجزيري مرتفعه لراس عمر كمال واللعبه فيها خطره كان يستوجب ان حكم المباراه وحكم الفار وحكم الفار كان فيها فاول مباشر لعمر كمال عبد الواحد شايفين الصوره تخيل النهارده عمر تخيل النهارده عمر كمال ما شاء الله عمر كمال من اللاعيبه اللي بتمتاز بالطول بتتكلم في لاعب 100 185 سم سنتي وهو بيعمل الجامب ده من الارض فبتتكلم وصل لمسافه 2 متر الجزيري بيرفع رجله المسافه دي كلها هو هل النهارده المفروض اللاعب يروح حط دماغه بص على الصوره شوف رجل اللاعب فين وراس عمر كمال فين دي ما فيهاش اجتهاد دي ما فيهاش اجتهاد وكان لازم الفار ياخد وقته فيها وكان لازم يجيب كل الزوايا النهاردة الكرة دي شوف رأس عمر كمان انت النهاردة مستني لما العيد دماغه تتفتح عشان احسبها فاول النهاردة لعبة اللعبة النهاردة لعبة لعبة خطرة ممكن تعرض حياة اللاعب للأذى فكان يستوجب الكرة دي تكون فاول النادي الأهلي وهدف غير صحيح هو دي من ضمن امور الكابتن ابراهيم نور الدين بالامس الامر الثاني